السلام عليكم، عاملين ايه يا رجاله؟ احنا النهارده جايبين فيديو جامد جدا يا جماعه. طبعا عارفين الشخصيه اللي كانت في الام بي، الام بي النهارده اتغير حاجاته، اللي هي الحاجات دي اتغير، نزل سايبر جديد، نزل حاجات جديده زي ما انتم شايفين معايا. ماشي، بس اللي انت ما تعرفوش في حاجه جميله جدا زي ما انتم شايفين، انا جايب الشخصيه دي قبل ما الام بي يغيرها، يعني قبل ما الجي ام يغيرها. فانت دلوقتي لو ما انت ما جبتش الشخصيه دي كنت نفسك فيها او كنت نفسك تجيبها، تعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا الشخصيه دي طبعا انا مش غير الشخصيه دي، والشخصيه دي انا كنت هعمل فيديو جامد قوي امبارح، بس والله العظيم انا كان معايا، كانت تقدر تجيبها بال 13000، بس انا كان معايا 12800. لما الام بي بيتغير، لو معاك اقل من 12 بياخدهم، لو معاك ازيد من 12 او 12 بيسيبهم لك 12، يعني انت لو معاك 12 هيثبت، اقل من 12 بياخدوا منك كلهم. فانا يعني حظي حلو وقدرت اجمع 12 و800، فهو خد مني 800 وساب لي ال 12. قلت ماشي احسن من بلاش. فالشخصيه دي كنت امبارح هعمل لكم فيديو عنها جامد قوي زي ما اللي هوريه لكم دلوقتي. دلوقتي احنا كلامنا ايه؟ ازاي تجيب الشخصيه دي، ازاي تجيبها لو انت كنت نفسك فيها قوي وهي دلوقتي ايه؟ مشيت، يعني مش موجوده في الام بي خالص. لو انتوا شايفين معايا مش موجوده خالص، اهي مش موجوده ايه خالص. ازاي تجيبها؟ ركز معايا. الاول هنخش كده نشتري حاجه عاديه، خلينا نروح للايه؟ للشخصيات. ننزل لحد ما نوصل للشخصيه اللي احنا عايزينها. هي فين؟ اهي ماشي، اهي يا جماعه دي اللي بتشتريها. لو دوست هنا اهو هتشتريها طبعا بايه؟ بزد بي. بص الحركه اللي جايه دي، بص شايفين يا جماعه؟ ولو دوست هنا اهو تشتري الشخصيه، الشخصيه اهي وام ايه بي. امبارح بقى قبل ما الجي ام يغير الشخصيه دي يخليها زد بي، كان امبارح وانت شايفها زد بي كده اهو، كنت تقدر تعمل كده اهو وتحولها زي ما انتم شايفين معايا كده اهو، تقدر تشتريها 13000 غير ما كان الجي ام اصلا حطها، يعني انت كنت تقدر تشتريها قبل ما الجي ام كمان ايه يحطها، لانها لو كان معاك 13000. لو انت كنت نفسك في الشخصيه دي قوي زي ما انا وريتكم كده، ان شاء الله تقدر تشتريها. لو انتوا شايفين معايا اهو، انا يعني ما جربتهاش على الشخصيه دي، انا امبارح مش قصدي فبجرب لقيت الشخصيه دي في ام بي قبل ما يغيرها، يعني قبل ما يشيل دي من ام بي كانت امبارح ب 13000 ام بي من قبل ما تتحط. كنت تقدر تعمل كده اهو، كده اهو تختار ام بي وكنت تقدر تشتريها، بس الجي ام غير. قلنا ماشي، قلنا لو الناس اللي يعني انا كنت عامل فيديو عن دي امبارح، بس قلنا ايه خلاص بقى دي نزلت فاي حد يقدر يشتريها. فقلنا لو دي يعني ايه محدش يعني كان حد نفسه يجيبها قوي وما لحقش، بتدوس كده زي ما فهمنا مع بعض وبتشتريها. بس هي دي كانت فكرتنا، اتمنى يكون الشرح عجبكم. دوش اللايك ودعونا على سبسكرايب عشان نقدر نكمل ونفيدكم اكتر. كان معكم محمد ميك، قناة مود على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.